وعلى رأسهم أستاذنا الكبير حلمي باكر. أستاذ حلمي مساء الخير يا فندم. نور يا فندم. أولا إحنا يعني إحنا أولا سعداء جدا بوجودك معانا أستاذنا العظيم فناننا الكبير اللي ليه باع عظيم وأثر المكتبة الموسيقية على مدار أكثر من 50 سنة بأعظم الأعمال الموسيقية والغنائية والفوازير يعني أستاذ حلمي، فربنا يديك الصحة ويخليك لنا دايما يا رب إن شاء الله بإذن الله. الله يخليك. الله يخليك. يعني إحنا كنا لسه بنتكلم من الأستاذ سمير حبيب بيقول أنا خدت اعتمادي من أستاذنا حلمي باكر لما قال الولد ده يجي منه، قال أنا خلاص اعتمدوني يوميها. لا هو أستاذ، هو أستاذ وعارف إن هو أستاذ في كل شيء، كملحن كمهندس وككل شيء، راجل فاهم أدواته والعمل أغاني يمكن هي مع الناس لغاية دلوقتي، حتى الطربة اللي ماتت في فرنسا دي. المهم اللي انا عايز اقوله ذكرياتك يعني. انت بقى ذكرياتك ايه مع الفوازير يا استاذ حلمي؟ ذكريات حضرتك؟ لا يا ذكرياتي انا اول ما اتعمل فوازير سنه 60 كان اسمها ثلاثي فيروز، كانت نيلي فطله وعملنا بيها اول فوازير، كانت فيروز ونيلي وميرفت الثلاثه الاخوات. ثم بعد كده دخلنا عصر الثلاثي، ثم تقابلت ايام محمد سالم، ثم تقابلت مع فهمي وكان ماسك الكرتون قسم الكرتون. من قسم الكرتون كان هو شاعر بيكتب اغاني، فكنا بنلتقي ففكرنا في الفوازير، ايه رايك لو نعمل فوازير ونعملها بشكل اول مره ندخل الميوزيكال شو في عالم الموسيقى. الفوازير مش تلحين، الفوازير مش انا بلغم نغمه، الفوازير كاركترات وديكوباجات وبلاوي سودة وتكنيك يجب ان تصاروا الموسيقى بنفس الشكل. عشان انت تعمل ثواني كنا بنقعد فيها قد ايه، كم كادر بيعملهم فهمي بيرسمهم بايده والقسم اللي معاه كان كله بالرصاص. كل ده كان بيتحول الى موسيقى. اتعمل، انا اشتغلت مع فهمي 18 سنه وكنت بغضب اغضب واروح مسافر، لدرجه هو جه اخر فوزير يمكن يحكي لك وائل جالي البيت هنا قال لي انا بفكر اعمل كذا ويا ريت نبدا بدري عشان حمود. قلت له بتقول ايه؟ قال لي وحياتك عندنا حمود. قلت له ايه الكلام اللي انت جايبه ده؟ ايه يا فهم انت جرالك ايه؟ كنا بنقعد طبعا حسن عبيبي يفتكر لما كنا بنقعد على الارض مش على الكراسي، على الارض عندي واحنا بنشتغل. فقلت له يا فهم ايه اللي بتخرفه؟ ايه اللي بتقول له؟ قال لي والله انا بكلمك جد عايز اخلص الفوازير لان انا حاسس ان اجل انتهى. واقدر اقول لك اللي جاب اجله المبنى، المبنى احنا بنكسف على ما بكسبش. يا معانا ويا ما شاف وكان ما يروحش، كان ينام وهيحرق دمه بالقهوه والسجاير ما ياكلش، وقال لما كبر خد باله من الحكايه ديت. خلاص؟ فجيت قلت له المهم فهمي جه في اخر حاجه بيدور بيلف بالعربيه عمل راوند 3 مرات في اللوكيشن اللي هو هيبدا فيه. بعد ثالث مرة وائل يكمل لك يقول لك جرى له ايه؟ مات في المستشفى، نقلوه في المستشفى مات، وهو كان في دماغه فكرة خطيرة جدا هيعملها بالنسبة لعالم الفوازير اللي كنا بنعملها. سوري هي مكسوفة اخت يعني اخت الحبيبة لما قالت رجل حمار، لا ده حقيقي كان برجل حمار. استاذ حلمي الكرومة دي عشان يظبط كده، عشان يظبط الصورة تطلع بنقعد يوم ويومين. عايز اسالك على التترات، يعني يمكن التترات هي كانت دايما هي الحاجه المفضله عند الناس لان هي تتذاع كل يوم طبعا، تتر البدايه وتتر النهايه، والحقيقه ان كل التترات اللي سيادتك عملتها كانت سواء لنيلي او لسموره او لشريهان كانوا كلهم علامات كبيره جدا. فكلمني كده ايه اقرب تتر لقلبك انت شخصيا؟ اقرب تتر اولا اتنين ما اقدرش اسيبهم، نيلي وشريهان. نيلي في السلسله اللي احنا عملناها مع بعضيها عروسي والخطبه والحاجات دي ومناسبات، وشريان حول العالم دي اللي خدت جوائز 3 مرات في المغرب بام يرضوها وخدت جوائز. حول العالم كان اعجاز، ويمكن الاخ سمير حبيب قاعد يقول لك انك تنقل من بلد لبلد 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 ده كلفك قد ايه في المسخين، كان بيتهدى حلو معايا وكان بيطلع العمل كان من ضمن الحاجات مثل واللولولي دي ما كانتش في الزغروطه قلت لا قولي واللولولي. حتى حسن عفيفي كان موجود كان ليه دور خطير جدا في الكاركترات، لما تيجي نيلي بتحفظ ساعات ارقص لها الحركه اقولها لها بصوتي او شريان، فدي كاركترات. حتى لغايه لما جينا هاله وصابرين ويمكن انا اتخانقت معاهم في الاستوديو وعملت جنايه،
ودخل الاستوديو قلت له بقوله يتنفذ فنفذوه لدرجة الفخراني قال لي يا نهار ابيض ما انت ديكتاتور. لا مش ديكتاتور، انت ما انتش فاهم العمل اللي هيتعمل لنا اللي بنعمله احنا الثلاثة، ولكن احنا شايفينه فاسمع اللي احنا بنقوله ونفذ. فدي كانت كاركترات. التتر بقى التترات كانت فوزير قسمين، قسم تترات وقسم ما بداخل المواضيع الفزورة بتاع كل يوم. التتر ده هيتقال 30 يوم، ازاي الناس تحفظه؟ ازاي الناس هتبقى تردده؟ ازاي الاطفال حجر وراه؟ وده اللي خد ساب اثر جميل جدا عند الطفل، انه بقى يغنوا التترات، بقى يغنوها. صحيح صحيح. اللي انا عايز اقوله ياما تعبنا، ياما حسن عفيفي ده بالذات هو يمكن قاعد متواضع ما بيتكلمش. لا ده ده استاذ الاساتذه، ده استاذ الاساتذه، ده الاستاذ حسن عفيفي ده يعني ده راجل ربنا يخليك. طبعا صحيح اساس الحركه، انت فنان كبير وفنان عظيم. الله يخليك يا ابو علي. يمكن الاستاذ سمير كان اتعمل تتر سيد مكاوي، وعالم الموسيقى في التترات ما يزعلش حد ان مش كل ملحن يخش فيها، لازم يكون عنده روح، لازم يكون عنده خيال ايماجينيشن. فجه سمير حبيب قال له الحق هنعمل ايه؟ قال له ما تكونش دعوه، راح منفذه كما يجب يتصور، كما يجب يتصور. فطوطه انا قاعد بالبارومتريك وعارف الاستاذ سمير عن البارومتريك كان في سنة 45، قعد بفكر بقالي 3 ايام، دخل عليا سامع عبد الحميد، سمع الصوت التجربة بتاعت الكلاو والسريع، قال لي ايه ده؟ ده بطوطة خالص، كان اسمه ابن بطوطة. كان اسمه الأول ابن بطوطة مش فطوطة، يعني أنتوا سميته الأول ابن بطوطة وبعدين فطوطة. كان ابن بطوطة. وبعدين سمع الصوت. لما سمع الصوت قال لي ايه ده؟ ده بطوطة خالص، لما لقى الصوت قال له بصغير هو اللي نطق، قال الله ده بقى فطوطة خالص، فسمينا الفوازير فطوطة. كل حاجة ليها قصص، كل حاجة ليها مكانها. يمكن تزعت التترات 95% من التترات مكتوب مقدمه النهاية حلم بكر حالا دلوقتي لا وهنزعلك دلوقتي كمان حول العالم ان شاء الله. صحيح دلوقتي كمان يلا ربنا يديك الصحة، واحنا سعداء جدا بيك ونتمنى لك كل صحة وسعادة، ونشكرك على كل عمل فني جميل انت قدمته لنا واسعدتنا بيه في رمضان.